أخبار اليوم. شهر رمضان في الهند. للمسلمين في شهر رمضان المعظم العديد من العادات والتقاليد التي قد تختلف باختلاف البلد التي يعيشون فيها، فبالإضافة إلى الفروض والطاعة التي يدعو الدين الإسلامي إلى الالتزام بها في شهر رمضان الكريم، تفرض الثقافات المختلفة عاداتها وتقاليدها على سلوكيات المسلمين خلال الشهر الكريم. والهند ليست استثناء من هذه القاعدة، فهذا البلد يعتبر من البلاد متعددة الثقافات في العالم، وبالتالي فالمسلمون الهنود لهم من العادات والتقاليد ما يخالف عادات وتقاليد المسلمين خارج هذه البلاد بالنظر إلى احتكاكهم بالثقافات المختلفة المتواجدة داخل هذا البلد الذي يتجاوز عدد سكانها 1 مليار نسمة. ويعتمد المسلمون في الهند على التيقن من ثبوت هلال الشهر الكريم على القضاة الشرعيين، لكن في المناطق والقرى التي لا يوجد بها هؤلاء القضاة، فإن الأهالي يعتمدون في ثبوت الأهلة على أبرز العلماء أو أئمة المساجد المعروفين هناك. ويستعد المسلمون في الهند لاستقبال شهر رمضان المعظم مع نهاية شهر شعبان الكريم، حيث يقومون بتحضير المستلزمات الرمضانية وبدء الزيارات الأسرية، بالإضافة إلى أن المطاعم التي يملكها المسلمون تغلق أبوابها طوال نهار أيام الشهر الفضيل، كما أن الإذاعة والتلفزيون يقدمون برامج رمضانية مختلفة يوميا مثل الخطب والمناقشات الإسلامية، وتنظم اللجان الإسلامية فعاليات رمضانية مختلفة مثل المسابقات العلمية والندوات الثقافية. وفي شهر رمضان يلتزم المسلمون الهنود بأداء الصلاة في أوقاتها، كما أن هناك الكثير من الحضارات والدروس الدينية التي تلقى في المساجد بعد كل صلاة، كما يحرص المسلمون في الهند على أداء صلاة التراويح، إلا أنه توجد خلافات بين الأئمة بعضهم البعض وكذلك بين المصلين على عدد الركعات المفروضة في صلاة التراويح، لكن هذه الخلافات لا تتجاوز الحدود العادية التي نلاحظها في أي بلد إسلامي. وبخصوص تعامل الدولة في الهند مع شهر رمضان الكريم، فإنها تقدم للمسلمين التسهيلات في أداء شعائرهم ومناسكهم الرمضانية، كذلك في تنظيم الفعاليات الثقافية والدينية خلال هذا الشهر.